أقولها بوضوح، أنا لست مع الثورات، أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب، تؤدي إلى تدمير. لم يكن هذا كلام القيادي بجماعة الإخوان طارق السويدان قبل سنوات قليلة. فسويدان كان من أكبر المحرضين على الفوضى في المنطقة، وكان الوجه الأكثر ظهوراً في وسائل الإعلام التابعة للإخوان، يحرض على جميع الدول العربية ويدعو الشعوب للخروج على الحكومات سلمياً أو حتى بحمل السلاح. نحن نتطلع إلى مصر لأن مصر هي القائدة، هذه الثورة التي بدأت يجب أن تستمر حتى النهاية، لا تقبلوا بالنظام السائد. هذه الثورات حدثت، ما لي دور في صنعها. المعاني اللي سنين أنا أطرحها وهي عشق حياتي بل هدف حياتي، أن الحرية تنتشر والشعب يشارك، شفناها الحمد لله، فأنا مسرور بهذه الثورات. أقولها بوضوح، أنا لست مع الثورات. أما اليمن، أحيي الشباب الذين خرجوا من جامعة صنعاء للمظاهرات وللثورة، ابقوا في أماكنكم واملأوا الساحات وعطلوا البلد. أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب، تؤدي إلى تدمير، وأتمنى أن تشتعل هذه الثورة في بعض البلاد الأخرى التي بدأت إرهاصاتها تظهر. ما لي دور في صنعها. لابد من مواجهة القذافي بالسلاح، لأن في أول يوم، وأنا أعرف هذا بالتفصيل، لما خرجت أول مجموعة وأنا أعرف أسماء بعضهم ومنهم من شباب اللي إحنا دربناهم. يقول سويدان إنه لم يكن له دور في حالة الفوضى التي شهدتها بعض الدول العربية خلال العقد الماضي. الآن هذه الثورات حدثت، ما لي دور في صنعها. إلا أن الأرشيف مليء باعترافات سويدان عن دوره، سواء في التحريض المباشر أو تدريب عناصر كان لها دورا في نشر الفوضى في بلدانها. لما خرجت أول مجموعة وأنا أعرف أسماء بعضهم ومنهم من شباب اللي إحنا دربناهم، المعاني اللي سنين أنا أطرحها وهي عشق حياتي بل هدف حياتي، شفناها الحمد لله. السويدان الذي كان رأس الحربة في مشروع الإخوان لنشر الفوضى في الدول العربية ليس شخصاً عادياً، فهو من قيادات جماعة الإخوان، وله اعتراف سابق بانضمامه للجماعة منذ وقت مبكر، وتحديداً عام 1970 على يد قيادات من الجماعة فرع السودان حين كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. في فكر للإخوان المسلمين، هذا الفكر للإخوان المسلمين يتشكل في مؤسسات، الفكر اللي هو طرحه حسن البنا فكر واحد ما عندنا اختلاف عليه، طبعا احنا نتشرف بهذا الفكر. لم يقتصر نشاط سويدان على دول الخليج فقط، بل امتد ليشمل أغلب الدول العربية، وارتفع سقف خطابه التحريضي ليصل حتى إلى العنف. وناضل وابتل الدم وكل الوسائل للوصول إلى حقوقكم. لابد من مواجهة القذافي بالسلاح. ورغم تجنب فرع الجماعة في الخليج الصدام مع الحكومات هناك، إلا أن الجماعة كانت تتحين الفرصة أيضاً للانقضاض على تلك الدول باعتراف سويدان نفسه. شعوب الخليج ما عندها هذا العلم الشديد، وبالتالي لا نرى تغيير جذري في مستقبل الخليج إلا أن يحدث صراع داخل الأسر الحاكمة نفسها. بعد هذا التاريخ الحافل بالتحريض يتبرأ السويدان من كل ذلك، فيما بدا أنه خطاب تخلي عن أفكاره وعن أتباعه الذين تأثروا بأفكاره وخرجوا لهدم بلدانهم. يرى البعض أيضاً أن مقاله السويدان يعبر عن هزيمة مشروع الجماعة في المنطقة وانكسارها وانحسار أفكارها التي لم تعد مؤثرة ولم يعد أحد يتلقاها كالسابق، فالنتائج التي خلفها هذا الخطاب كانت مأساوية وكارثية. وهكذا انفض الناس عن هذه الأفكار التحريضية التي راجت قبل عقد من الزمان، أما الآن فلم يعد هناك من يهتم بها أو يستمع لها. أما سويدان وأمثاله فكان كلامهم هو اعترافاً بالهزيمة، هزيمة الفكر الذي يحملونه والمشروع الذي روجوا له والذي لم تحصد الشعوب منه سوى الخراب والدمار،